المباراه سوف تلعب في المغرب، المغاربه خاوتنا بكل حال. ان شاء الله نفوز على المنتخب بوركينا فاسو. عندنا منتخب شباب الله يبارك، فرقه شابه، عمرنا وحصلنا على فرقه كيما هذه ملي بدات الكره في الجزائر، ما كان لا جيل ذهبي لا والو، هذا هو الجيل الذهبي تاع المنتخب الوطني بقياده الكوتش بالماضي. وبالنسبه للاخوه المغاربه هذو اخوه تاوعنا من البكري، عرب مسلمين راهم خاوتنا وكل شيء، وحنا السياسه ما عندنا ما دخلنا فيها، حنايا الفكر نتاعنا كرة القدم، كرة القدم نفوزوا على بوركينا فاسو ونفوزوا ان شاء الله حتى على المغرب وعلى موريتانيا وحتى على الانجليز، نفوزوا ان شاء الله باذن الله. البالون حنايا نبغوها اكثريه، حنا ولات تجلس دايرنا شهره بزاف، زعما كيقولوا بلي بالماضي نقولوا لهم ودي بالماضي عين تجلس يقول لك الله يبارك. انا متفائلين خير من البارتي الجايه ضد بوركينا فاسو في المغرب، ان شاء الله تكون مباراة فيها خير. وثاني مع رفقة بالماضي معنا ان شاء الله حاجة ما خافوش منها. النتيجة ان شاء الله تكون 3-0. النتيجة 5-0 ولا نلخطش نقدروا على كل شيء، عندنا منتخب قوي. 5-0 خاطش علاه حنا يمين هو حنا فور الله يبارك، وزيد بزيادة دايرنا شهرة كبيرة في عين تادلس.